اللي تعرضت له انا عمل لي فلاش باك كثير على حياتي من 15 سنه لليوم وغيرني كليا، وحسيت اني انا كمان كنت غلطان، اني انا كنت غلطان. انا جاي من عالم موسيقى وعالم الموسيقى، وكانت لكل العالم بتحبني، شو بدي بهالزواري فوت فيها انا وفوت بهالشغلات هيدي كلها؟ هيدا الشغله وعتني كثير. فخامه رئيس الجمهوريه بالاول اللي واقع عباس ابراهيم، الشباب الطيبه نزار عباس، كل القوى الامنيه، سيدة النايب وتدخله وتحرك، كل العالم، القائد جوزيف عون اللي وقت توني صليبة، كانوا عم يحكوني عن 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 سياسي. كان انت هل لك علاقه بالجناح العسكري تبع حزب الله؟ قالوا لا، ما لي علاقه فيه. انا ما بقى انا اذا بتفتحوا تويتات وبترقبوهم تسمعوني عم بقول انا مع الشرعيه، انا مع الجيش. انا كنت كثير اجريسيف، انا اعترفت اني كنت اجريسيف. يمكن كان بدي هذا الشيء يصير فيي لحتى اصحى، لحتى اوعى، لحتى اطلع هيك انه في طريقه. يعني بدك تعبر عن موقفك في طريقه، لا تكون كسان. انا قعدت 50 يوم بغرفه ما شفت حدا، افرادي، كرس الارهابي منحط افرادي، قاعد افرادي كده عم بتطلع بالحيط، عم بشوف صور، عم بشوف انا كيف كنت عم بهجم وعم اجريسيف. صرت استعرض اذا بفتح انا اليوتيوب تبعي والجوجل شو بشوف؟ ما بشوف غير صريخ وعيط لالي وهجوم وكذا. هيدا كله انا عملت عليه فلاش باك. نشكر الله، يمكن الله اراد يصير فيي هيك لحتى ارجع لوعيي وارجع اقول انه لا تدينوا لكي لا تدانوا. انا الغلطان بحقهم. انا لما هجمت عليهم ان كان هيفا وان كان اليسا وان كان نجوى وان كان كلهم، انا هجمت عليهم. انا عم بهجم حب بالفن مثلا، بس كان كمان اسلوبي غلط بهون، لان كنت كثير اجريسيف، كنت كسان. من الطبيعي الهجوم اللي هجمته عليهم، من الطبيعي أن تكون تصرفتهم غير مبالين فيي أنا شو بيصير لي. أنا بتشكر الدولة السعودية أنه عملت فيي هيك، لأنه فعلا ردتني لوهي يلي أسأت لهم وجرحت لهم. بطلب منهم، بترجيهم، بعتذر منهم يسامحوني، وأنا مني زعلان من حدا أبدا. أوعي يفكر حدا أني أنا زعلان من حدا.